8. السلام عليكم. اهلا يا مدام هدريه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ثواني وهفضل حضرتك حالا. خد راحتك يا اخويا. 9 كمان ده 10. نيجي على ده بقى. ده بقى المهم يا استاذ، ونخلي بالنا منه قوي يا استاذ فضيه لو سمحت. ايه يا استاذ عصام؟ هو انا عمري ما شلت خواتم غاليه؟ ده انا طول عمري بشيل الحاجات الغاليه جدا. تسمح ثواني يا استاذ والنبي؟ اتفضلي يا هاني. الله، هو ده من ابو 5 قراريط؟ هو ده 5 قراريط الماس حر يا مدام. ده تحفه. ايه رايك؟ ده يخلي الصوابع تتكلم. بقول لك ايه، مش ده اللي اتكلمتني عنه؟ مظبوط، هو ده اللي اتكلمنا عليه. خلاص اعتبره بتاعي، انا اشتريته. خلاص ازاي؟ خلاص ازاي يا مدام؟ ما ينفعش مدام تهاني لو عرفت تبقى مشكله كبيره. وهي مدام تهاني لسه شافت الخاتم، هو مش برضه يا اخويا حضرتك واخد لها الحاجات دي عشان تفرجهم لها؟ ايوه. اعتبر ان الخاتم ده ما كانش موجود من الاصل. عموما يا مدام بدريه سيبيه يروح بيهم، وكده كده اعتبر الخاتم بتاعك. الله، طب وافرض شافته وعجبها واخدته؟ هجيب لك احسن منه يا ست الكوري. بس انا مش عايزه الاحسن منه، انا عايزه ده. جرايه يا مدام، هي عافيه ولا ايه؟ هو انا عشان ذوق معاكي حسوق فيها ولا ايه؟ جرايه يا راجل انت بتكلمني كده ليه؟ هو ده كلام، والخاتم هيروح لمدام تهاني؟ يعني هيروح لمدام تهاني؟ اهدى بس يا استاذ فضالي، حلو بس بهدوء، موضوع بسيط. يا استاذ عصام بدل ما تقول لي اهدى قول لها هي يكون عندها شويه ذوق وشويه دم. لا لا ما تغلطش، ولا كلمه واحده وهتلاقي الجزمه فوق دماغك. جزمه الفضالي؟ جزمه على دماغك ودماغ اللي ربوكي كمان. طب اهو بقى عشان تبقى اهو، هو ده اللي حصل، ولازم تجيبوا لي حقي دلوقتي حالا. الله، ما هو لازم يعرف ان ورايا رجاله. ضربت الراجل في المحل يا بدريه؟ طب هو فين دلوقتي؟ معرفش، سبته في المحل ومشيت. لا اله الا الله، ما تزعليش مني يا بدريه، غلط قوي انك تعملي كده معاه. غلط بقى ولا مش غلط، اهو ده اللي حصل، ولازم تجيبوا لي حقي. هيجيلي يعني؟ هيجيلي طبعا، حقك لازم يجيلي، وحتى لو غلطانه ما ينفعش راجل يمد ايده على واحده ست يا احمد. طب والخواتم؟ الخاتم فين يا بدريه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يقعدوا عاملينك في الخناقه وانت بتعرف تمنه. احنا فين ولا في ايه دلوقتي يا فتحي؟ دكتور ما تعرفش يا سيدي. الناس هتسمع صوت نمر على الباب. لا اله الا الله. اهلا يا باشا، اهلا وسهلا، نمر يا فندم. مش ده برضه منزل بدريه عرفان؟ ايوه يا فندم. هو هي فين؟ مش موجوده في الحقيقه، يعني في مشوار كده. طب احنا عايزينها في الاسم. خير يا حضرتك، تسال على بدريه ليه؟ في محضر معمول ضدها، ضربت واحد وهيحتاج علاج اكتر من 21 يوم. 21 يوم؟ طب اجي انا معاكم، انا جوزها ابو عيالها. احنا عايزينها هي اللي تيجي معانا. هي مش موجوده دلوقتي، مش موجوده في البيت، انا هسيب خبر اول ما تيجي على الجامعه على طول. ها احمد حصان، اتفضل يا باشا. اتفضل يا محمد. نعم. اول ما تيجي مرات الحاجه هاتها وتعالى لنا على القسم على طول. ان شاء الله. بصراحه حاولت معاه بس هو راكب دماغه. برضه مدام بدريه زودتها قوي الحقيقه. ما انا عارف انها حمائيه، بس حصان بيه ضروري تشوف لنا اي حل معاه. ما هو المشكله انه راكب راس ومستقوي، اصل ده سكرتير المحافظ، وكان واخد الخواتم دي لمرات المحافظ. يا نهار ابوك اسود، المحافظ ومرات المحافظ؟ يعني بدريه راحت في ده يا احمد؟ نهارنا اسود النهارده. لا 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 اسود ولا حاجه، نهارنا زي الفل يا حجيجه. انت قلت لي اسمه ايه؟ اسمه الاستاذ فضالي. لو سمحت والله يا حضره الضابط، بعد اذن حضرتك لو ممكن تسمح لي بس اكلم الاستاذ فضالي كلمتين بس على جنب. والله دي حاجه ترجع للاستاذ فضالي. فضالي اللي اتضرب واتبهدل النهارده. انا لا هقول كلمه ولا كلمتين، انا هاخد حقي بالقانون. طيب ومين اللي قال لحضرتك ان احنا مش هندي لك حقك؟ احنا هندي لك حقك، بس عايزين نتكلم معاك كلمتين انا والحاجة على جنب بعد اذنك لو سمحت. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم، اتفضل. على مهلك على مهلك، الله يكرمك، على مهلك الله يكرمك. الف سلام عليك يا سعاده الباشا. الف سلام. انتوا عايزين ايه؟ ولا اي حاجه، احنا عايزين نتعرف يا سيدي، عايزين نتعرف يا سيدي. اعرفك بالحاج فتحي اخويا الكبير وزوج مدام بدريه. زين ما اخترت يا اخويا. اكرمك الله يا فندم، وانا الحاج احمد توفيق. احنا تجار كبار ولينا وزننا في السوق. انا مالي اذا كنتوا تجار كبار ولا صغيرين؟ اهدى اهدى، بوس راسك. اهدى، سايق عليك النبي تهدى، احنا عايزين نرضيك ونجيب لك حقك لغايه عندك، بعيد عن الاقسام والكلام الفاضي ده. وبعدين بدريه يرضيك يعني انها تيجي وتتبهدل هنا في الاقسام؟ احنا عمرنا ما دخلنا اسم. لازم تتبهدل عشان تعرف ان هي مدت ايدها على الاستاذ فضالي. تعرف ازاي يا فندم؟ تعرف ازاي؟
ده انا لما عرفت ما صدقتش ان ده حصل مع حضرتك. لا اله الا الله، يحصل معاك انت. انت انت يا فضالي بيه، انت يلي سمعتك سبقاك. ها وانت تعرفني منين بقى عشان تعرف ان سمعتي سبقاني؟ اعرفك منين ازاي بقى؟ لا اله الا الله ولا يخفى القمر. طب طب بعد اذنك حاج فتحي، انت عارف بقى ان هم بيقولوا ان سياده المحافظ ما بيعرفش يعمل اي حاجه الا باستشارتك. صح، قول الكلام ده لمرات اخوك. هنقول لها سعاده الباشا، هنقول لها. انت ما بتعرفش احنا هنعمل فيها ايه. انا شخصيا هديها بالجزمه. اه والله، وهجيب لك حقك لغايه عندك. لا كمان بقى سعادتك بقى، وده من عندنا بقى، الخاتم اللي انت كنت عاوزه اعتبره موجود للهانم ومن غير ما تدفع ولا مليم. ازاي يعني؟ ازاي يعني يا سيدي؟ اسمع اللي بقول لك عليه واكتر كمان، اللي انت عايزه هنعمله لك. والله العظيم ما هتندم يا استاذ فضالي، وهتبقى اشتريتنا بذوقك وكرم اخلاقك. والله ما هتندم، ده احنا رجاله 10 على 10. بص بقى، هتبقى اشتريت رجاله ومش اي رجاله، بس تنازل الاول عن المحضر. لا مش هتنازل على المحضر، اركن المحضر عند الضابط لحد ما اعرف هتدوني حقي ازاي. يعني ايه حقيقه؟ ابوس دماغ مين؟ ده انا لو شفته تاني هديله بالجزمه على دماغه. يا بدريه، ابوس دماغك انا، ابوس دماغك انا، لم الموضوع. هتروحي في حديد، ده سكرتير المحافظ. سكرتير المحافظ على نفسه يا حبيبي، مش عليا. يا بدريه، المحضر لو مش رسمي يا بدريه، شايفه الغواش اللي في ايدك دي؟ بدل الغواش دي هتلبسك كلبشات وانا مش هعرف اعمل حاجه. انت مش هتعرف، انا بقى هعرف، وبدل المحامي هقوم 10. طب عشان خاطر يا بدريه، ابوس ايدك، ما تصغرنيش قدام الراجل. انا قلت له ان انت هتبوس دماغه ونخلص الموضوع. والله لو حلفتني على الميه هتجبد، ما هنفذ اللي في دماغي، وهو اللي يجيني لحد عندي ويتاسف لي ويبوس دماغي ورجلي كمان. ويبوس دماغك ويبوس رجلك بأمارة ايه يا بدريه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب لو قلت لك يا بدريه ان في مصلحه جامده قوي مع المحافظ، واحنا عايزين نطوي الراجل ده تحت بطنا عشان يخلص لنا المصلحه، يبقى اقول لك ايه؟ اقول ماليش دعوه غير بكرامتي، انا كرامتي عندي بالدنيا وما فيها. طب لو قلت لك ان المصلحه دي بملايين الملايين، وان هيجي من وراها رزق كبير قوي يسد عين الشمس، يبقى اقول لك ايه؟ اعرف ايه هي المصلحه الاول، واعرف مصلحتي في المصلحه عشان اشوف اذا كنت حبوس دماغه ولا حنست الكعب جزمتي على دماغ ام. اه لو كان كده ماشي خلاص، انا هخلص لك موضوع الارض ده، بس ليا شرط، 10% من الارض ومن اي حاجه تتعمل عليها. 10%؟ ماشي، بس يكون في علمك هتدفعي نصيبك زيك زينا. هدفع 5% بس، ونصيبي هيبقى 10. تعجبيني شاطره. اقوم بقى اكلم الراجل وروح نقابله. راجل مين اللي اتكلمه؟ فضالي، الراجل اللي انت ضربتيه في محل الجواهرجي. نروح نبوس على دماغه ونصالحه. انا مش هبوس على دماغ حد يا حبيبي. يبقى كده بدري المصلحه مش هتتم، وحته الارض اللي عيني هتطلع عليها مش هشوفها. مالكش انت دعوه يا فتحي، الارض اللي انت عايزها هجيبها لك، وانا ليا نصيبي في الارض. يا ستي ماشي، انا من ايدك دي لايدك دي، بس قولي لي ازاي هناخد الارض من غير ما نصالح الراجل. حاضر يا حاج. ما تقوليش حاجه دي تاني. حاضر يا ست الحاج. لا مش هوصيك يا مدام بدريه، مش عايز مشاكل معاهم عشان خاطري، ربنا يكرمك. ابي عصام لما تقول كده، انا مش جاي اعمل مشاكل، بالعكس انا جاي احل المشاكل، بس المهم ما تكدبنيش ابدا مهما حصل. ماشي ماشي، اتفضلي. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا يا عصام. ازيك تاني؟ يعني ازيك يا عصام؟ ازيك مدام بدريه؟ تهاني هانم. هانم ايه بس؟ قول ست الهوانم، ست الستات كلهم. والله انا لو اعرف ان فضالي ده هيبقى السبب في الشوفه الحلوه دي كنت ضربته من زمان. يا اهلا وسهلا يا مدام بدريه، اتفضلي حضرتك. اتفضلي. اتفضلي يا عصام. اتفضلي اتفضلي. اول حاجه وقبل ما نقول نص كلمه، الخاتم ده بتاع حضرتك، وقعده مع عيالي ما هو راجع، واعتبري فلوسه وصلت. مش قوي كده، واحدة واحدة. تشربوا ايه في الأول؟ لا لا شكرا، كتر خيرك، متشكر جدا. أنا مش هشرب حاجة، أنا كفاية عندي شفتك. بس عايزة أقول لحضرتك على حاجة، فضالي ده وجهه مش حلوة للأدب والجمال والذوق ده كله. ميرسي. ده بيهدد الناس بحضرتك وبسيادة المحافظ، عاملكوا سيوف شايلها بإيده بيضرب بيها خلق الله، وهو ده اللي خلاني أخرج عن شعوري. ولو أنا كدابة عصام يكدبني، أنا بكدب يا عصام؟ لا العفو يا مدام مدرية، تكذبي إزاي؟ العفو. أنا عارفة ومتأكدة تماما من اللي أنت بتقوليه ده،
ويا ما لفت نظر نجيب للحكايه دي. نجيب مين حضرتك؟ ده سياده المحافظ مدام بدريه. نجيب بيه؟ لا مؤاخذه، اصل انا بصراحه من ساعه ما شفتك وانا اتلخبطت كده، يعني اسم الله عليك ليكي هبه وطله كده. ميرسي يا مدام بدريه، بس عشان خاطري سامحي فضالي ده. انا عن نفسي مسامحاه، ده انا عايزه اشكره كمان انه كان السبب اني اتعرفت على حضرتك. ميرسي خالص يا مدام بدريه. هو حضرتك بتشتغلي ولا ربة بيت؟ الاثنين. ما شاء الله، ده انا صدقيني بالرغم ان انا عندي 3 شغالات الا اني قعدت من الشغل. بصراحه حلاوه والشياكه والجمال ده كله خساره في الشغل، انت تقعدي معززه مكرمه واللي عايزاه كله يتعمل. بس والله زهقت حتى من قعدة البيت والخروجات للنادي والجمعيات الخيرية. واضح من لبس حضرتك ان ذوقك عالي قوي. ايه رأيك بقى ان انا ممكن اخليكي تشتغلي وانت ما بتشتغليش؟ فزورة دي مش فاهمة حاجة. اصل انا بشتغل في اللبس وببني مصنع دلوقتي كبير قوي، وكنت محتاجة يعني حد ذوقه عالي زي حضرتك كده. اه ديزاينر يعني؟ دي قاسة الكل. ديزاينر؟ ايوه اللي تشوفيه كله ماشي يا قمر. حلاوتك يا بدارة، حلاوتك حلاوتك. أول مرة تقولي يا بدارة، دي من سنين. بدارة ونص كمان، بدر البدور المدور المنور. ده انت النهاردة عملت أحلى واجب مع ولاد توفيق. بس أنا مرضيتش أجيب لها سيرة عن موضوع الأرض ده، قلت نتقل شوية، بلاش كله يبقى ورا بعض ورا بعض، لا الست تقلق وتطير من إيدينا. عين العقل. بس أنا عايزك بقى تعملي لها زيارة تانية، آه، عشان تخلصي لي مصلحة الأرض اللي قلت لك عليها. ده أنا رتبت لكم حاجة عمرها ما كانت هتخطر على بالكم. حاجة إيه يا بدارة؟ اشجيلي مفاجأتك الحلوة، كلمي يا حبيبتي. هخليكوا تستفردوا بالراجل في اخر الدنيا وتخلصوا مصالحكم معاه. اخر الدنيا دي يعني فين؟ انا عرفت منها انه غاوي يروح يصطاد في وادي الريان، قلت لها بس ده هي دي غية جوزي، وقلت لها ان انت هتوضى برحله للبيل محافظ ما حصلتش. بس انا ما بعرفش اصطاد يا بدرية، ده انا عمري ما رحت وادي الريان. وانت هتغلب يا فتحي، ما تتصرف يا اخويا ولا الفرصه تضيع مننا. تضيع مننا ده ايه؟ طب يكون في علمك انا صياد ماهر قناص مولود ومتربي في وادي الريان، قال تضيع مننا ايه؟ نجيب يا جامد يا اجدع سعاد غزدان في مصر. بس بالعالم كله. يسلم دراعك يا سعاده الباشا. طب احنا الغزال اللي اصطدناها دي هنسيبها كده؟ لا نسيبها ازاي؟ العربيه اللي ورانا هيجيبوها لنا، امال احنا جايبين عربيات كتير ليه؟ الله يبارك فيك. انا عايزك تجرب حظك يا احمد بيه. وماله نجرب يا فندم نجرب. وانت كمان يا فتحي بيه. يا سعاده الباشا انت سيادتك تؤمر بس. بس اهم حاجه عندنا خد كفايتك انت من الصين. احنا خلاص غزلتنا اصطدناها. امتى ده وفين يا احمد بيه؟ احمد اخويا قصده يعني طول ما سعادتك بتصطاد كاننا احنا بالظبط بنصطاد. اصطاد يا سعاده الباشا اصطاد. اللي انت جامد في الصيد بقى يا استاذ فضالي ولا زي حالاتي كده؟ لا 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 حالتك ايه؟ ده انا جامد قوي، ده انا ليا صولات وجولات في كامبالا ما تقولش لحد. كامبالا دي عاصمه اوغندا؟ ايوه. طب وانت ايه اللي وداك هناك؟ ما انا كنت مع الوفد اللي كان رايح مع المحافظ اللي اسمه علي بيه اللي كان قبل ده. الله، هو انت كنت سكرتير مع المحافظ اللي كان قبل ده؟ اي، وان شاء الله هكون مع المحافظ